الآن نرحب بالزميلة فاطمة قاسم التي تتواصل معنا مباشرة من العاصمة العراقية بغداد. وزميلة فاطمة أكيد أيضا لديها برنامج يومي كان في القناة الشقيقة الرابعة العراقية، فأعتقد أنه أيضا وصلوا بالتأكيد إلى خط النهاية مع هذه المباراة وهذا الإعلان والعنوان الأخير لليورو بتتويج إسبانيا باللقب. فاطمة، إذا 10 أيام جميلة في الحقيقة في هذه البطولة، وفي النهاية أجمع الكثير من النقاد على أنها ذهبت لمن يستحق، وإن كان المنتخب الإنجليزي في أدوار نهائية قدم مباريات كبيرة كذلك مع ساوثجيت، ولكن الحديث الأبرز بأن إسبانيا قادمة بفريق قوي بالأرقام، ليس فقط بأنها توجد في البطولة ولكن بكل الأرقام. إسبانيا في الحقيقة نجحت في أن تقدم فريقا كبيرا قادم بقوة. نعم، صباح الخير، تحياتي لك زميلي حسين وايضا لضيفك استاذ وليد ولكادر العمل. طبعا يعني احنا حدث ما هو متوقع، يعني مثل ما ذكرت فوز المنتخب الاسباني بجداره واستحقاق ببطوله اليورو بعد سلسله من النتائج والاداء والثبات على المستوى اللي قدمه لاروخا في هذه البطوله. وربما المنتخب الاسباني كسر قاعده ان المنتخب باسمائه وبالنجوم الذين يمتلكون البطولات، لا هذا الشيء غير صحيح، لأن المنتخب الإسباني يمتلك لاعبين شباب، لاعبين لديهم اندفاع وروحية عالية لتقديم ما هو أفضل للمنتخب، وبالتالي المنتخب الإسباني ظهر في هذه البطولة هو القدوة اللي لازم الكل يحتذي بها أكيد، من ناحية الثبات على المستوى، من ناحية القتال داخل الملعب والروحية العالية. طبعا ايضا جوائز الافضل ذهبت لمن يستحقها، يعني لامين يامال هو اصغر لاعب في هذه البطوله وسجل عالمي اكيد، يعني جميعنا شاهدنا ما قدمه يامال في هذه النسخه، واكيد لاعبين اخرين ناتشو وحتى كارفخال القائد دائما ما شاهدناه يعني يثير مباراه بطريقه رائعه جدا ويقود الفريق. ايضا لاعبين خط الهجوم أثبتوا بأنهم أكثر فعالية في اليورو، ويليامز وحتى موراتا الذي ربما انخفض أداء الفترة السابقة لكن هو فعال داخل الملعب، إضافة إلى لامين يامال. يعني هذا خط الهجوم المنتخب الإسباني هو مرعب بصراحة للجميع، رغم أن الخبرة التي يمتلكها ربما هؤلاء اللاعبين ليست بالخبرة الكبيرة. أيضا ظهور لاعب على مستوى عالي، يعني لم يسجل في المباراة النهائية، تحدث عن أولمو، لكن هو قام بإنقاذ تاريخي للمنتخب الإسباني. هو هذا الإنقاذ اللي يعني جعل المنتخب الإسباني هو بطل اليورو، يعني أنا أشوف هذا الإنقاذ أجمل شيء حصل في البطولة بصراحة. هو لم يسجل، يعني كنت أتمنى أن يسجل هدف من أجل أن يخطف هو وحده لقب هداف اليورو، لكن يعني لاعب فعال جدا، سجل العديد من الأهداف الجميلة، ومنتخب إسبانيا يحتاج هكذا لاعبين. جميع اللاعبين أيضا قدموا مستويات رائعة، فأنا أتوقع أنه المنتخب الإسباني ماضي بقوة حتى في كأس العالم. إذا مع الرأي القائل بأن هذه نواة قوية جدا لمنتخب قادم لنهاية كأس العالم القادمة، نستطيع أن نتحدث عن مرشح قوي في الفترة القادمة قد يفعل ما فعله منتخب 2008. ممكن جدا، يعني أنا أتذكر ذكريات كأس العالم 2010 مع إسبانيا، أيضا كان تمتلك لاعبين على مستوى عالي، يعني كاسياس، بويول، أنيستا والكثير من اللاعبين الذين منذ، أيضا إذا لاحظت منذ بداية كأس العالم، بداية البطولة، منتخب الإسباني كان فعال. بالتالي منتخب إسبانيا يمتلك صفة ربما تميزه عن بقية المنتخب، وأنا لا أتغير في الأداء وفي المستوى، أقدم لك كرة قدم جميلة، أستحوذ بكل ما أملك من قوة ومن لاعبين، بالتالي دائما ما أقول أنا المرشح منذ البداية. فهذه سمات المنتخب الإسباني، شاهدنا حتى الدكة التي يمتلكها المنتخب الإسباني هي تستطيع أن تعوض اللاعبين الأساسيين بطريقة أنت لا تعرف أيضا ما هو الفرق بينهم. فما عمله لافوينتي في هذا المنتخب
يبقى ويستحق أن يتم تمديد عقده لسنوات طويلة مع المنتخب الإسباني. جميل، شكرا لك هذا التواصل معنا زميلة فاطمة قاسم، شكرا لك على تواجدك معنا أيضا على مدار عدة حلقات في برنامج كوبا أوروبا عبر شاشة القمر الرياضية، وإن شاء الله نتمنى نشوفك في برامج قادمة، وكل التوفيق لك أيضا في برامجك على القناة. يعني أنا مثل ما راح أفتقد اليورو راح أفتقد هذه المنافسات الجميلة، راح أفتقدكم أيضا، يعني كانت أيام جميلة وسعيدة جدا بهذا التعاون بيننا، وأتمنى لكم كل التوفيق أكيد.